أسطورة لندن والغربان الستة. كيف ارتبط الغربان بمستقبل عرش بريطانيا؟ لو أنا قلتلك إن في ست غربان بيتحكموا في أنفاس دولة بتعتبر مقر للموضة والسياحة، يا ترى هتصدق؟ جايز تقول إنها مجرد حاجة مضحكة مش حقيقة يعني، لكن خليني أقولك يا سيدي الفاضل إن دي الحقيقة، إن مستقبل النظام الملكي في بريطانيا مرهون بحراسة الغربان دي اللي بتسكن أشهر موقع إعدام في إنجلترا، وهو برج لندن المرعب. فلو كنت عايز تعرف الحكاية كاملة تابع الفيديو للنهاية. دلوقتي احنا سنة 1066، أو خلينا نقول كده في القرن الحداشر، بالعاصمة الضبابية لندن. ويليام الفاتح ملك بريطانيا قرر انه يعمل قلعة تاريخية على الضفة الغربية لنهر التايمز، زي جزء كده في الغزو النورماندي لإنجلترا. المهم لما يخلص بنا البرج ده، هيكون البرج ده مكان للموت والعذاب، بعد ما كان مجرد حصن بيخاف منه الأعداء. ولو مش مصدقني هقولك اللي حصل. في القرنين الستاشر والسبعتاشر البرج ده اتشهر، فكرك انه يفضل معلم تاريخي وبس. اللي حصل انه البرج ده اتحول كمقر للسجن الإعدام الكبار من الملوك والأمراء. عندك مثلا الملك هنري الثامن أصدر قرار بتنفيذ أول عقوبة إعدام في حق زوجته آن بولين في البرج ده. أما ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث الأولى اتسجنت فيه قبل ما تكون ملكة. بعد كده مرت السنين وجت الحرب العالمية الأولى والتانية، واتعدم 12 راجل فيه بتهمة التجسس علشان يبقى برج لندن مقر مناسب للأشباح والرعب. هتقولي طب إيه علاقة ده بالغربان يعني؟ هقولك يا سيدي، طبعا بالنسبة للغربان ما كانش مهم خالص انها تعرف تاريخ البرج اللي كان في الوقت ده مليان عذاب. فعلى مدار السنين حجزت الغربان مكانة محدش يقدر يبقى زيها، وليه لأ؟ وهي بتحكم مصير دولة كاملة. المهم الحكاية بتبتدي في القرن السبعتاشر، في واحد اسمه جون فلمستيد، وده عالم فلكي بريطاني راح للملك وقتها، وكان الملك تشارلز الثاني. راح وقال له يا جلالة الملك، الغربان بتقعد تزعق والصراحة مخلياني مش مركز خالص في رصد النجوم. من هنا بقى الملك تشارلز أمر بتدميرها نهائيا، ولكن كان موجود كاهن في القصر قال له لو غدرت الغربان البرج يبقى هتسقط بريطانيا وخلاص كده هتكون دي النهاية. رجع الملك قال لك خلاص هنحتفظ بالست غربان على الأقل اللي في البرج علشان نضمن وجود عرش بريطانيا. أيوة يا عزيزي المشاهد، الغربان بقت حراس للنظام الملكي البريطاني. لك أن تتخيل أن في حارس خاص مكرسينه لرعاية الغربان الفريدة في البرج، بيشرف على رعايتهم وتغذيتهم وقصرشهم. ولما جه القرن التسعتاشر الغربان الستة دول بقوا مشهورين جدا، لدرجة أن هم تساووا بشهرة ملوك عرش بريطانيا، وده طبعا بعد ما بقت حراس لبرج لندن. خلي بالك الغربان من الطيور الذكية جدا، وتقدر وزن الأشياء من مسافات بعيدة، وبتفتكر الوجوه لسنين طويلة، واللي بيميزها فعلاً إن سلوكياتها زي البشر، بتدعم بعض لما يشعروا بالخطر قريب منهم. عايزك بقى تتخيل دلوقتي إيه اللي يحصل لو ماتت الغربان دي؟ هل فعلاً عرش بريطانيا هيسقط للأبد؟ قولنا رأيك في التعليقات، واستنونا في حكاية جديدة من حكايات عن مصر.